السادة المشاهدين الكرام، فكرة هالسنة مختلفة تستدعي الضيوف بمشاركتهم بلعبة البينتبول الرياضية، ويتم إجبارهم باختيارهم الشخصية تشاركهم الفوز، بس راح ينخدعون بالشخص اللي راح يرافقهم بطول الحلقة. راح تواجههم مطبات ما يتوقعوها، وكل مشاهد هذه الحلقة عفوية، والغاية منها رسم الابتسامة على وجوهكم. هاشتاك فريق البرنامج. يا مسيف ماكو امان، معروفة من زمان، اغيب 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 واطلع لك برمضان. القصة مو غريبة، بكل موسم مصيبة، احنا بس نحبه برنامجنا نجيبه. سيف سيف سناي بالفور، سيف سيف سناي بالفور. شوفوا لي الضيف منين اليوم، نعشنا عجين متحلف انا من سنين، حده علي دفين. اليوم ماني غير واحد اسمه سيف الحنين. سيف سيف سناي بالفور، سيف سيف سناي بالفور. نريد احنا نتعبه، نجيب اللعبه لعبه، يغلبنا ولا نغلبه يطلع هو الخسران. أجمل تحية نحييكم بأجمل يوم، نمسيكم ورمضان كريم علينا وعليكم حبايب المشاهدين أينما كنتم، مقلب جديد وضحية جديدة. اليوم ضيفنا من العيار الثقيل، ضيفنا من الوزن الثقيل، ضيفنا ما يتعامل بالقط والدجاج وهالسوالف، ضيفنا من المندي وشريدك، من القوزي وشريدك، أكيد عرفتوا منه. ضيفنا المشجع المتألق المبدع الرسول أبو القوزي، خليكم وياي. يا هلا ويا مرحبا ويا احلى من اليوم اشوفكم. شلون صحتك؟ شلون الاحوال؟ شلونك رسول؟ شلون صحتك؟ خليك يا رب. شلونك ليوت الغالي؟ مشتاقين؟ شلون اموركم؟ أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا ومتابعينا، يا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سباق النجوم. أحب أرحب بضيوفي الكرام، المشجع رسول أبو القوزي. مساء الخير. شلون الصحة والعافية؟ الله يسلمك يخليك يا رب. وأرحب بضيفي الثاني. مساء الخير ليوثي. مساء الخير علي. صحة والعافية. وعلى متابعيكم إن شاء الله. يخليك يا الله رب. الله يسلمك يا عيني. اليوم راح تكونون ويانا بلعبة جدا جميلة وحلوة وجديدة. قبل ما ندخل بالموضوع، شلونك بالرماية؟ والله أنا هوايتي يعني هي الرماية والجري، لأن أنا البنية مالتي يعني هي رياضية. حلو، يعني اليوم نشوف إبداعاتك بيها؟ طبعا هو أنا رياضي أصلا. حلو، رسم شلونك بيها؟ لا فيني بشريط ما أدري كيف سوى الماجيت للدنيا. وين لا فيني؟ الرماية حبيت المصطلح حبيته. هو على الكارديو ما ماشي، تجي لنا وراكم. لعبتنا اليوم بينت بول. زين. رماية. بينت بول هذا؟ نعم نعم. كل شخص بكم راح يكون هو القائد وعنده فريق يكون وياه. حلو.
حبيت الفكرة مو؟ يعني أنا فريق وهو فريق. بالضبط، أنت فريق وهو فريق. زين. وبهالحالة أريد نشوف حماسكم، قوتكم، إبداعاتكم باللعبة. بس ممكن مقاطعة؟ أكيد. يعني هو واحد لو زيد هو بي أربع نفرات، وين واحد؟ وين أكفي؟ رد عليه. حير بروحك. شحير بروحك. جايب لي واحد وبأربعة. حير بروحك. صدق؟ حاقف ساتر. إيه. هو جنود يردون. جيبوه على قوزية ما اسمه صينية مع القوزي. يوم اللي سوي القوزي. النو. تبسي سوي كيزو. أحب التبسي على فكرة سألته. أكيد بسم الله. شكو. ها أستاذ ليف خو ما بيك شيء. قوم قوم. انت خو ما شفتيه استريح 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 تصير معود شو وجه بي او شو وجه بي خاطر الله هسه الولد يمه مو مشكله ارتاح ارتاح هسه يشوفوا الولد هسه الولد يشوفوه صوت تمام صوت تمام اتأذيت عيوني ليه ثاني واقع هو قاعد مرتاح يلا قول يا الله قول يا الله هسه تمشي الامور وصل تمام ما جيب له مي مو هم علي وايد الولد يمكن من نقص الاكسجين فداه اي خلي من رخصتكم شباب خليه يصير من هاي الجهه لان هاي الجهه بيها سبلت يعني اكو اكسجين يجي عليه اي بالضبط هاي الجهه حاولوا شباب لو سمحتوا والله على وقت حاولوا على وقت حاولوا حاولوا دبوا يم رسول ابو القوزي دبونا مشاهدينا الكرام نحب ننوه لهم عن اللعبه ونفهمهم تفاصيلها مثل ما شرحت لك انت فريق وهو فريق وعدكم جنود مثل ما نقول بس اللي اريده من عدكم انه تغيرون ملابسكم حتى ندخل نعرفكم على تفاصيل اللعبه اكثر جوا انا هيك لا ما عود كات 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 هو صدق كذي صدق عادت اليوم حبيبي حبيبي ما سمنت شنو هاي يسرى ما لا يا اخي انا ربني معود انا على كيفك يا عيني انتبه عيوني لا يا اخي ما يصير شيء بس خلي سلاح من عنده اجت تبيه من زمن هاي بدك ولا تحرك من زمن جت ابو جد ولد بدك ولا تحرك معوفه من هدي احسن اي بالضبط سوى بصوب عليك مصدوم بقى حتى انصدم شوية بس الامان وين ما كلم بامان يلا مخرج خلينا نكمل عيوني يا بابا صار عليك مصدوم ما في يسوى الله يخليك مو ايش يعني يلا شباب دار امنها روح رئيس الموت مر ها الموت مر امنها اي والله يلا دار 3-1 اوكي شبابنا جاهزين حتى تغيرون ملابسكم وندخل نشرح تفاصيل اللعبة أكثر وتبدون باللعب ونشوف من اللي راح يأخذ الجائزة يعني مو ملابسنا لا والله عبالي أصبغك صبغ اليوم لا أطلع عليك معالي أنا أيام والله أصبغك صبغ اليوم أبو تقدر لي حسن شو هي مو مصارعة عمي هاي بينت بول مو مصارعة يا معود عمي هو غير رصاص حمس حمسك تحمس الله حمس. الله أي أريد هذا ما أسوي حمس سيد وطماطة أنت سويني طبخة طبخة يلا حبيت الحماس يلا مشاهدينا الكرام خلي متسابقينا يغيرون الملابس وننتقل للمرحله الثانيه مسؤول ابو القوزي راح اخبر لك شلون ملعبه خبر اليابان يلا حبيبي مالك بس تبدا تاخذ الريفيو مالتك طب ستار ليش؟ هاي انقطعت اوقف هس بدرع شده شده زينه دقيقه بس انا اسلك اياها تمام عاشت ايدك ساد ليش انت همين؟ البس نعم اوقف بعد قرا اسود
البس الدرع مالتك حبيبي، ضبط الدرع مالتك. شنو هالكذا؟ هلا اسوي لك لعبه. صار لك ساعه قدام البنيه اني واني والجمهور تشوفوني كذي بس معصومي. هذا الغلطات اللي ماكو مدبرها. اي بس يعني هسه انا وجه كبير رسول وجه كبير يعني هسه هاي ما تعمي. خلي احكي هاي مو تشجيع. ما يخالف. هذا طق رصاص. ما يخالف خليها طقات. ها. بس هذيك. على قيد. تعتبر من الاقوى؟ هسه نشوف. مشاهدينا وصلنا للمرحلة الثانية اللي لازم هسه أوضح بيها فكرة اللعبة. تمام. الفريقين راح يكون فريق الدفاع وهنا راح يكون فريق الهجوم. نهجم عليهم؟ نعم. الله أكبر. عندك ثلاث مواقع وأماكن لازم تحافظ عليها ما تخلي يجي ياخذها. أيها الأبطال. الله شو يسوي لك؟ حبيت مدافعين. شو يسوي لك؟ مدافعين عندي اليوم هجوم كاسح حسب. وينك هجوم؟ والله دمرك اليوم ماكو عندي المدافعين ابطال. لياقه بدنيه. اسمع شوف لياقه بدنيه بدهم هسه يطبون قبل. شو يسوي لك؟ لياقه بدنيه. احنا لابسين لون احمر. نعم يعني خط احمر. خط احمر؟ الله هسه خط احمر. خليني اشوف فريقي. جاهزين؟ جاهزين. اسمع شوف النشاط شوف جمال. لك حديد عمي انا عندي حديد. وين حديد؟ وين وين حديد يا ابي؟ وين ابطال؟ وين ما يحجون؟ جاي يقعون شوي هسه بغدين قيل. اسمح لي هسه انت. لا واضح زامت واضح زامت مبين زامت مية وزامت زامت. انا شو اسوي بك اليوم؟ انت ايش سويت بالباسية؟ دق على راسك حيل من هو يابان المران شو اقول لك دق على راسك حيل ليوثي. لا دق على راسك لا ليوثي دق على راسك حيل فوزي ما تقدر عليه هي هاي مشكلة. مشكلة لو تقدر خليك. قوز مفلس اليوم مفلسك إيش؟ لك ذبحك اليوم ذبح. اليوم. ذبح ذبح. شوي عليك يا بن. عليك عليك يا بن. بعدنا ما بعدين. أنت صاحبي خوي. عندك بالمرحلة الثالثة قفص والقفص بصندوق وبي جائزة. لازم ما تخليهم يوصلون ياخذون الجائزة على مود. وش اللي تاخذوها؟ وأنتوا اللي تفوزون. غير كان قبل هسه واصل. شيل أقضى هو. اوقف ايش بالباب يا اهلي طب يلا عندك على مالك ايش سبه واقفه بالباب يا اهلي طب اي انت بي شغله ايه؟ حبيت الحماس بالثاني اريد اشوف الاداء مو بس كلام اداء شوفون ان شاء الله بنهايه الحلقه يلا ان شاء الله اداء ما املخك تملخ اليوم رسول حتى المدرجات ما خليك تصعدها بعد والله تقدر بس انا اريد اشوف الاداء اني والمشاهدين هسه راح اسلم للكابتن على مود اللي هو راح يكون حكم ايضا نفس اللعبه يلا انا احميك انا احميك ابقى انا وانا
لا اقعد يا شو نقعد طب 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 خلي مين عجل خلي مين عجل معت رسول مع ويت كبير وطني وجه سيف سيف اقعد 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 لا لا شوفه لا تجعص والله تجعص رسول انت قومي قومي لا قومي زعت امك زعت ظهري من الرمي يا لا 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 وكم شباب وكم اختنق وكم اختنق يا وانت وانت تقبيع وانتك يوجه يوجه بي وانتك اوف 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 تحية حلوة المشجعنا اللي بصراحة احكي لكم يعني هو يعني اساس المنتخب رسول يا فرحة يا رسول تحياتي تقول لي مغمش كلمة يلا من خالد حتى فحطها انا هو اصعد درجه اموت بعد ما تصير ايش قد نزل ايش قد وزنك؟ لا ايش قد وزنك؟ طق بيا وطق يوجه موتني طق يوجه يلا رسول كلام حلو على قناه زاكروس الله طبعا تحياتي قناه زاكروس وسيوفي اليوم شيء غير يعني بس شوية اذوني يلا نخاف الله موتك يلا نخاف الله يلا مال قطر ريح الماء اتلاقينا ريح الماء اتلاقينا ريح الماء اتلاقينا سؤال لا تسألين. من هسه تمناك بهذا الموقف؟ من اللي تمناه؟
وصلت الرسالة. شلون الحلقة؟ الحلقة كلش حلوة. كده. كمل كمل. انتظرونا. الله لا يوثي غضبك بس. بس شنو؟ الخيار. جوع. الخيار. جوع. الخيار الله. خيار زر فوق ظهري. إن شاء الله برمضان. إيه. شو ذي الحلقة؟ الله يا هلا برمضان يا مية هلا يا هلا برمضان يا مية هلا يا هلا برمضان باي باي. Safe, safe, snipe, butterfall, safe, safe, snipe.